عذراء بعرف انك جوا، افتحي لي الباب خلينا نحكي لو سمحتي. عذراء اهلين استاذ عدنان. مرحبا استاذ جينك، عرفنا مين اللي كان وسيط يبيع الخاتم تبعك. عن جد؟ مين هو؟ إذا بتحب فيك تجي وتحكي معه، لأنه ما عم بيخبرنا بشي، الظاهر إنه خاف لما جبنا سيرة السرقة. تمام، ماشي، يلا جاي لعندك. طلع معك حق عذراء، الفلاشة كانت مخباية جوا الكتاب. ما بعرف شو اللي كان عم يعمله فاروق مع أبي، بس الظاهر ما لقى غير هالطريقة يوصل لي الفلاشة. وشو صار بفاروق هلا؟ شو بده يصير؟ الزلمة راح هيك فجأة واختفى. يا ربي، شو كل هالمصايب؟ جانسو لا تخافي حبيبتي، ما رح يصير علينا شي أبدا. مزبوط، طبعا ما رح يصير. بعدين لسه بدنا ندور على فستان لعرسك. وكمان وعدت أمي، قلت لها راجع على البيت، بدها تعمل لي ورق عنك. يمكن هاد عقوبة إلي على كل الأخطاء اللي عملتها. ما بعرف شو بدي أقول، ظلمناك كتير. بالأول أبي قتل عمه كمان، وأمي كان بدها تاخد مارت منك وتفرق بينك وبين جينك، وأنا ساعدتها لتنفذ خطتها. عذبناك كتير، ما رح سامح حالي ولا رح سامح أمي وأبي، كلنا غلطنا بحقك وظلمناك. جانسو لا تفكري بهالشي، بترجاكي بكفي. تعرفي، انتي الوحيدة اللي بتخليني صدق انه في ناس طيبين بهالدنيا. قلبك الطيب وحنيتك وصدقك، فهمت هالشي متأخرة. سامحيني حبيبتي. ليكي بكفي حكي، خلينا ننسى الماضي وكل شيء بشع مرقنا فيه. هلأ لازم نفكر كيف فينا نطلع من هون بأسرع وقت. عذراء، إذا صار علي أي شيء. لا مستحيل، ما رح يصير علينا أي شيء. لما كنا صغار كنتي عطول جنبي، كنت خاف كتير من العتمة. تتذكري مرة كنا عم نلعب غميضة الصبح بكير، ورحت أنا تخبيت بغرفة المونة اللي بالجنينة، ما كان في ضوء هنيك، خفت كتير وما قدرت أطلع، حسيت كأنه حدا حابسني جوات الغرفة. لو تعرفي قديش خفت وأنا عم دور عليكي وقتها جانسو. تخيلت تكوني واقعة بشي حفرة أو يكون شي حدا خطفك. يا لطيف شو خطر عبالي أفكار بشعة بهداك الوقت. فكرت إني ما بقى رح شوفك. بس بالأخير لقيتيني مزبوط. مزبوط لقيتك. إذا بيوم من الأيام ضعت وما قدرتي تلاقيني، اصحك تلومي حالك لأنك ما قصرتي معي، ساعدتيني حتى أتوازن ولاقي حالي، وهلأ صار دوري. وأنا بوعدك عذراء، ما رح يصير عليكي شي طول ما نحن سوا، ورح نطلع من هون بخير.
وثقي فيني حبيبتي. شوف إذا ما قلت من وين جبت الخاتم رح أتهمك بالسرقة، عم تفهم كلامي مو هيك؟ والله يا أخي ما لي علاقة بالقصة كلياتها، صدقني ما دخلني، قال لي إنه الخاتم لمرته القديمة وإنه مضيع ورقته وما بيقدر يبيعه. طيب خلاص هذا الحكي فهمناه منيح. ماشي أنت ما سرقت الخاتم، بس عم أسألك من مين أخذته؟ فهم بقى، هالقصة عن جد كتير مهمة. وإذا ما خبرتني رح روحوا اشتكي عليك للشرطة، وهنن طبعاً بيعرفوا كيف خلوك تحكي، فهمت؟ بنصحك تحكي وتشيل المسؤولية عن حالك، بيكون أحسن. شوف، عم قلك هالقصة بالنسبة لي قصة حياة أو موت، فهمت شو عم قول؟ ماشي، بس شو دخلني؟ بدك يعني عرض حياتي للخطر مشان الخاتم تبعه؟ طلع فيني. أنت بدك تقلي من مين أخذته ولا لا؟ معوني شوي لو سمحتوا، عم قلكن ما إلي علاقة بهالسرقة. لك يا بني آدم، فهمنا أنك ما سرقت الخاتم وما أنك حرامي، بس فهمني إلي من مين أخدته. من واحد بمنطقة يوزيل، بس صدقني ما بعرف مين بيكون، في زلمة تاني بعتني لهنيك. وهذا الزلمة شو اسمه؟ أنا ما بعرف شو اسمه، بس بعرف لقبه، الكل بيعرفوه هيك. ماشي، وشو لقبه؟ آلان ديلون. آلان ديلون؟ إيه. ماشي، رح نشوف شو قصة هالزلمة هاد. يلا قوم، بدك تاخذني لعنده. لا ما بقدر، ما بدي اتورط اكثر من هيك، خبرتكم اللي بعرفه، اتركوني روح بقى. طلع فيني، ماني عم بترجاك ولك. يا اما بتخبرني باسمه وعنوانه او بتاخذني لعنده مثل الشاطر. بتوقع انه كلامي واضح ما هيك؟ يلا رح اخذك على البيت اللي عايش فيه وما لي علاقة بالباقي. تمام تمام، يلا روح. شكرا. قلتك قديش الساعة صارت؟ أكيد بيكون انشغل بالهم. إلا ما يكون في حدا انتبه على غيابنا. لما كنتي غميانة اتصل جيك. إيه كتير منيح. أكيد لما ما رد عليه رح ينشغل باله، حتى يمكن يكون راح لعنا على البيت، ولما ما يلاقيني هنيك رح يروح يخبر الشرطة. ليكي جانسو، أكيد جينك ما رح يهدى باله لحتى يلاقينا. عزراء، هذا مفتاح بيتك مو هيك؟ طيب قليل، وين التسجيل؟ مشان ما دور كتير بس روح لهني. ما بعرف اي شيء عن هداك التسجيل. هي ما بتعرف اي شيء، ما عم تفهم؟ معناتها ما في داعي ضايق اكتر، أكيد أنتوا ما حتكسبوا، مو؟ أنت أخذت الفلاشة أصلاً، ليش حابس عزراء هون؟ اتركها تروح. جانسو، مع الأسف ما في، بتعرفي الاحتياط واجب بنتي. وصلنا، هذا البيت اللي قدامه. استناني هون بالسيارة لبين ما أروح وشوفه. إذا كنت عم تكذب باللي قلته ما بتعرف شو رح يصير فيك. صدقني حكيت لك كل شي بعرفه، تركني بقى خليني روح. هاي وصلتك لهون. شو رح تعمل؟ شانسو، عم فكر نروح على بيت عزراء ونشوف إذا كان في تسجيل تاني ولا لا، وإذا لقيناه نحذفه، يعني هيك بتكون القصة مضمونة. شو رأيكم؟ أنت رح تجي معي وعزراء رح تستنانا هون، ماشي؟ تمام، بما أنه رح أجي معك على البيت
ما في داعي تحبس عزراء هون، اتركها خليها تروح. لا شو هالحكي، مشان تخبر الشرطة؟ طيب خلص رح سلمك التسجيل. يعني طلع في تسجيل. اي في تسجيل تاني وموجود على اللابتوب. هلأ منروح سوا على البيت ومنحذف الملف قدامك وبعدها بتتركنا بحالنا. جانسو ليش لهلأ عم تعملي هيك؟ كيف بدي اتركهم مشان يمسكوني الشرطة؟ مفكرتيني غبي يعني؟ وهلأ اسمعيني، اصحك تتزاكي علي عم تفهمي؟ لأنه أكيد ما بدك أختك تنأذى مو هيك؟ بعرف انك جوا، افتح الباب. جينك اصحك تطلعي اي صوت والا بقتلكم كلياتكم. افتح الباب والا رح كسره. اتركني، لا تلمسني، اتركني. شو عم تعمل؟ لك بعد عني، اتركني. جاي بدك تعمل فيا بطل، قلع من هون. اصحك تطلعي اي صوت عزراء. أهلين ستي. حسن جاب مرض لعنا على القصر، بس لهلأ ما في أي خبر من عزراء. انشغل بالي، هي ما في بالعادة تنسى أخوها هيك، وما عم ترد على تليفونها كمان. دقيت لها كتير وما عم ترد، لهلأ ما قدرت أوصل لها ومانا بالبيت كمان. خايف يكون صاير شي معايا ستي. تمام ماشي، يلا جاي. وينك هلأ يا عزراء؟ وين اختفيتي؟ أنا هون جينك، أنا هون. تمام انقلع. عم تكذب علي، ما في حدا بالبيت. صدقني خبرتك بكل شيء، هذا المكان اللي انا بعرف. شو انت عم تضحك علي ولك؟ لا والله صدقني قلت لك الحقيقه، اخذت الخاتم من هون. جانسو عزراء، عزراء في ايه؟ مشان الله فتحي عيونك اختي. عزراء استني شوي، نحن التنتين رح نطلع من هون. وين حاطت المفاتيح؟ وينهم؟
لازم لاقيهم بسرعة. الو، بدنا اسعاف على السريع، صار حادث قدامنا هلا. انا شو اللي عملته؟ يا لطيف يا لطيف بنتي. ما كنت شايفها، والله طلعت فجأة عم تركض ما دخلني. والله ستت حالها قدامي. طيب اهدى اهدى شوي، اطلبوا الاسعاف. طلبنا الاسعاف وشاي على الطريق. جانسو؟ جانسو؟ في ايه جانسو؟ جانسو في عم تسمعيني؟ لسه عايشة مو هيك؟ مشان اول هن عايشة. جانسو؟ جانسو؟ شو صار؟ ما في شيء؟ خلصنا. انا شو اللي عملته؟ جانسو قتلت البنت. جانسو ردي علي. جانسو جانسو افتح عيونك. شو عملت؟ جانسو جانسو مو معقول، ما رح تفهم. أردا استنى. قدير شو هالوقاحة هاي؟ ها؟ عن جد جاي لهون بكل وقاحة؟ الظاهر لازم نتعامل معك بطريقة تانية لحتى ما عاد تفكر ترجع لهون، شو رأيك؟ أردا نحن لازم شو بدنا نحكي لسه؟ أنا مو اجيت لعندك وقلت لك ما بقى بدي أشوف وشك أبداً، قلت لك بعد عن أختي وعن عائلتنا، فليش جاي لهون هلا؟ مزبوط، أنت قلت بس لازم نحكي، الموضوع كتير ضروري صدقني. قلي شو لازم أعمل؟ بدك زقف لك على شجاعتك ولا اهجم عليك وكسر لك راسك؟ خلصنا بقى أردا، اعطيني خمس دقايق لحتى احكي الكلمتين اللي عندي لو سمحت. بنتي ماتت، جانسو ماتت. كيف يعني ماتت؟
شو عم تقول؟ شو صار مع جانسو؟ شفت بعيوني كيف دعست السيارة؟ قتلت بدك يا مراد. انت شو عملت؟ مو معه جانسو ماتت؟ كيف يعني ماتت؟ تحملي يا جانسو، انت ان شاء الله رح تكوني بخير، بس خليكي قوية. كنا رح نعيش مبسوطين سوا، خططنا نبلش حياة جديدة. كانت تحضني وتقلي أبي حبيبي بنتي راحت. ماتت بسببك يا مجرم، انت اللي قتلت جانسو، اخذت ابي مني وشردت عائلتنا وما كفاك هالشي. رجعت قتلت لي اختي يا مجرم. لا هي مانا اختك، هي بنتي انا، بنتي انا. عم تفهمي ولا؟ ما في انسان عاقل بيعمل هيك ببنته. انا ما عملت الا اي شيء، كنا متفقين نسافر سوا، حرمتوني من بنتي. انتوا اللي اخذتوا بنتي مني، رح موتكم كلكم كلكم. ليش خربت حياتنا كلنا؟ ابي كان بريء وجانسو كمان بريئه، وتشيتين اللي قتلته مشان ما يكشف حقيقتك كمان كان بريء. انت بس واحد مجرم ومجنون. ما كان بدي يصير هيك، يلي كان بدي اكون قريب منه. كله بسببك انت. جانسو هربت مني مشان تنقذ حياتك انت. هربت لانها خافت من جنانك. انت مسؤول عن اللي صار معه ومعي. شو يعني بدك تبري حالك من جريمتك؟ بنتي هربت مني وماتت بسببك. لو انك بتحب بنتك عن جد ما كنت عملت هيك، ولا كان صار اللي صار، وكانت جانسو عايشه هلا. ضليتوا تلاحوا القصه وتحاصروني انت وخطيبك هداك. كنت عم بلش حياه نظيفه، وراح اخذ جانسو وروح من هون، بس ما تركتوني. انت السبب بموتك. جانسو ماتت بسببك. بنتي ماتت بسببك انت. ترحمي على روحك هلا يا عزراء. حادث سير، المريضة عندها نزيف قوي ومحتاجة لنقل دم بسرعة. جهزوا غرفة العمليات فوراً. لازم أحكي مع عزراء. إن رقم المطلوب مغلق أو خارج نطاق التغطية حالياً. وين مختفية لهلأ؟ لك وين رحتي؟ إن رقم المطلوب مغلق. بس شو رح تستفيد إذا قتلتني؟ ما فيني أرجع على السجن مرة تانية، ما رح أقدر أتحمل. لهيك ما فيني أتركك عايشة. ما فيك تضل هربان كل عمرك، رح يمسكوك هلأ أو بعدين، وأكيد رح تفوت على السجن. بس إذا تركتني عايشة هلأ. لا تضحكيني، بدك اتركك هلأ مشان تروحي فوراً وتخبري الشرطة عني، ما هيك؟ لا لا، بوعدك ما رح خبر حدا بأي شيء، صدقني ما رح أحكي بنوم. حتى إذا بدك منروح على بيتي وبتمسح التسجيل عن اللابتوب كمان. عم تتمسخري علي مشان تهربي بأول فرصة، مو هيك؟ ما رح أهرب، بوعدك، وبوعدك أني أعمل كل اللي بدك يا مني. المهم تتركنا بحالنا بقى. فكرتيني غبي لهالدرجة؟ بدك روح على بيتك مشان يمسكني جينك؟ شو؟ وجينك شو رح يعرفوا انك رايح على بيتي؟ لك جينك بيعرف كل شيء، هو اجى لهون وما راح. جانسو ماتت بين ايدي اساسا.
ليش ما راح؟ ما بعرف، ما بعرف. صدقني ما حكيت معه ولا خبرته اني جاي لهون، حتى ما بيعرف شي عن التسجيل اللي على اللابتوب كمان. بعد كل شي انا عملته يا عزراء، مفكرة حأتركك بهالسهولة؟ طولي بالك شوي، بظن انه قربنا كتير. طلعي منيحة ارقام البيوت يلي على جهتك. ايه انتبهي منيح، امشي على مهلك. شايفة الرقم؟ ايه. قديش رقم الباب؟ 9 وهذا 10. اه تمام، الرقم 10 مزبوط. ايه هون وصلنا. ايه منيح، يلا خلينا ننزل. متأكدة هون؟ ايه طبعا متأكدة، بس نحن اجينا فورا، مو كان احسن لو اتصلتي بالاول؟ لا حبيبتي ما في داعي، لنشوف برهان شو حيقول عن هالمفاجأة. ايه شوف ولا كلمة. جينك عم يتصل، شو بده هلا؟ ردي عليه. اهلين جين. اسكتي. منيحة، احكي شو في؟ جانسو صار معها حادث واسعفت على المشفى. شو عم تقول انت؟ حادث شو؟ قلي بنتي بخير؟ شو صار لبنتي؟ وينكن انتو؟ قلي وينكن؟ نحن بالمشفى هلا. هلا وصلنا، ما بعرف شو وضعها بالضبط، كنت هنيك بالصدفة وقت ضربتها السيارة. ضربتها سيارة؟ سومري على مهلك. شو عم تقولي عزراء؟ شو في؟ روح الحق المجرم. جانسو مجرم؟ شو يا جانسو؟ شو صاير لعزراء؟ قولي. استاذ، استاذ ممكن تستنى برا لو سمحت؟ شوفي، شوفي، طلعي. ها؟ هذا جينك بيعرف كل شيء، أكيد بيعرف. لا أكيد ما بيعرف، رد على التليفون ورح تشوف إنه ما بيعرف. رد ورح تتأكد إنه ما عنده فكرة عن أي شيء. جينك، جانسو بالمشفى؟ بأي مشفى؟ وين؟ تمام، أنا جاي فوراً. شو صاير؟ كيلي شو في؟ جانسو عايشة؟ بنتي عايشة، جانسو لساتها عايشة. ألف حمد وشكر لك يا ربي، بترجاك خدني معك، بدي اطمن على أختي. بوعدك إنه ما حدا رح يعرف أي شيء، خلينا نروح بسرعة على المشفى، بدي شوف أختي. مستحيل، ما حدا رح يروح لهنيك غيري أنا، رح تبقي هون. لسه ما خلصنا حكي، عم تفهمي علي؟ بترجاك لا تتركني لحالي هون، خليني روح معك على المشفى لو سمحت. بترجاك خليني روح معك. طيب قدير، يلا احكي شو بدك، يلا قول بسرعه وخلصني. شوف اردا، بالاول بدك توعدني تسمع الحكي يلي عندي وتحاول تفهمني قبل ما تحكم علي. قدير، يلا يلا قدير احكي يلي عندك، عم اسمعك. ماشي، انا غلطت كتير، صح بعترف بهالشي، بس بدي اياك تفهم شغله، ما كان قصدي اعمل لك مشاكل لا لك ولا لعيلتك بسبب اللي صار بيني وبين ميليس. تمام، صدقني صح ما قدرت تكون صريح معكم اردا، بس أكيد كان في عندي أسباب خلتني خبي الحقيقة، وأهم أني ما بدي أخسر ثقة جينك فيني، بس تصرفت بطريقة غلط وخسرت ميليس بالأخير. شو ناطر مني إلك هلأ مثلا؟ ليك أردا، ما بقدر بعد عن ميليس أبدا، رغم كل المشاكل يلي صارت، بس ما قدرت أنساها صدقني، بحبها كتير. ليش ما عم تفهم؟ قدير إيه فهمت، بس يعني رح دافع عن حبي لميليس وأتمسك فيه شو ما صار،
ورح خلي ميليس وجينكي يسامحوني. يعني أنت مقتنع أنه فيك تعمل هذا الشيء؟ رح أعمل كل شيء بإيدي ليسامحوني، وصدقني ما رح استسلم. مو بس بدي أكسبهم إلهم، بدي أرجع أكسب ثقتك وثقة عائلتكم كلياتها. شوف أردا، أنا ماني شخص سيء، غلطت مزبوط وبعترف بهالشي، بس على الأقل بستحق فرصة تانية منكم منشان أقدر صلح غلطي. وإذا ما قدرت أنجح وقتها ما رح أزعجكم، بوعدك انسحب من حياتكم وما بقى ترجع تشوفوا الشي أبدا. قدير شوف، يعني هذا القرار مو أنا اللي بقدر أخده. بعرف معك حق، بس كتير مهم بالنسبة إلي إنك تصدقني. ممكن تعطيني فرصة؟ جت ميليس. أردا شوفي شو عم بيصير هون؟ شو جابك قدير؟ ما عم يرد هوليا، مانو سائل، غبي. رد على هالتليفون بقى برهان. اهدي شوي سمرة لو سمحتي، إن شاء الله بتكون بخير. ما ضل إلا شوي ومنوصل على المشفى ومنتطمن كلياتنا عليه يا رؤي. رح أرجع دقل. وينك يا عزراء؟ ليش ما عم تردي؟ جينك، بنتي كيفها؟ شو اللي صار معها؟ وينها بنتي؟ تمام، اهدى شوي، فوتوها على العملية، لسه ما طلعت. بنتي؟ طيب كيف صار هذا الحادث؟ وين وكيف؟ جانسو طلعت على الطريق وهي عم تركض فجأة وضربتها السيارة. طيب كيف وضعها هلا؟ انت قدرت تشوفها؟ حكيت مع الدكاترة، قال نزفت كتير دم وعندها كسور بكتير أماكن بجسمها. أصلاً شفتها بالصدفة بمكان الحادث وخبرنا الإسعاف فوراً وجبناها. اهدى، تعال تعال عود هون شوي، تعال طول بالك. لا تخاف، جانسو رح تكون بخير إن شاء الله. بنتي كانت كتير فرحانة، حكينا سوا وكنا رح نسافر المساء، راحت حتى تجيب أغراضها وتخبر أمها قبل ما نروح. بنتي جانسو، قلبي عم يحترق، يا قطعة من روح. عم برهان لك، بعرف انه بالك مشغول على بنتك ومو وقت هذا الحديث هلا، بس لازم اقول لك اني لقيت بيت اللي اسمه فاروق، قريب من المكان اللي صار فيه الحادث تبع جانسو. معقول يعني تكون جانسو راحت مع عزراء لحتى يشوفوا فاروق؟ لاني ما بعرف وين عزراء هلا وما عم ترد على تليفونها. انت بتعرف او هي قالت لك شي عن هالقصه؟ لا ما عندي فكرة عن هالقصة، حكيت مع جانسو عن السفر وبس، يعني ما قالت لي شي عن عزراء، وما بعرف شي عن فاروق ولا عن غيره. جانسو هي فايتة على العملية، قالت لي شغلة غريبة ما فهمت شو قصدها. وشو قالت؟ يعني شغلات مثل لحق عزراء وقالت مجرم، ما فهمت شي. أنا ما بعرف شيء عن جد، لا تواخذني جينك، بس ما عم اقدر افكر باي شيء غير بنتي. بنتي المسكينه جوا بين الحياه والموت، يعني ما عم اتخيل اني ممكن اخسر. معك حق، رح روح أنا معناتها أدور على بيت فاروق، لازم لاقي عزراء. لا ما في داعي تروح لهنيك. كيف يعني ما في داعي؟ يعني مو كنت عم تقول فاروق وهيك؟ قصدي إنه ما بتوقع البنات يكونوا راحوا لعند هالمجنون. ما بعرف، متوتر، بس الشيء الوحيد اللي بعرفه إنه الحادث ما صار صدفة، جانسو عملت الحادث قدام بيت فاروق، فلازم روح لهنيك. جينك استنى. جينك اللي وينها بنتي؟ شو وضعها؟ سمرة لازم اطلع هلا، لعم برهان بيخبرك كل شيء. برهان هون؟
شو صار مع بنتي؟ وينها؟ اه هي بغرفة العمليات هلا، وقال نزف الدم كتير. سمرة، كل اللي صار بسببك، كل شي عم يصير معنا بسببك انت. فتت على حياتنا وخربتها، كنا عايشين مبسوطين انا وبنتي. اسمعني منيح شو رح قلك، اذا بصير اي شيء مو منيح لبنتي من وراك رح قتلك بايدي برهان. عم تفهم؟ ما لي علاقه باي شيء سمرة، هي كانت منيحه وكثير مبسوطه معي، ما دخلني بالحادث اللي صار معها. عم تقول مبسوطه؟ لكن انت كذاب. سمرة انتوا اكيد اتخانقتوا، الله اعلم شو قلت لها، شو حكيت معها لحتى عصبت لهي الدرجه. شو ساويت برهان؟ على شو عم تتطلع؟ جاوبني احكي. الله شو عملت لها لبنتي؟ سمرة يلا جاوبني برهان. اهدي خلص سمرة، لو سمحتي اهدي شوي. شو في؟ كيف صارت حالتك؟ هادي هون لشوف. يكفي بقى، وحاجة صرخي علي، هي بنتي كمان شبهك. لا تحكي ولا كلمة تان، خلاص ولا تسمعني صوتك. سمرة لو سمحتي يكفي بقى. عادي هون وروحي، طلعي فيني، ما رح يصير لشي. ماشي هدي حالك، بترجاكي. ما عم بقدر هوية. الأمور كتير تعقدت، كل يوم تطلع لنا شغلة جديدة محاسبين حسابها. طول بالك، أول شي خلينا نفكر بكل المعلومات اللي بين إيدينا. خلينا نقول إنه هذا فاروق والزلم اللي اسمه ألان ديون بيتعاونوا وبيشتغلوا مع بعض. يعني هذا ألان ديون بيخلي فاروق هو يشتغل كل أعماله المشبوهة. نحن متفقين على هيمو؟ ايه، بس كيف بدنا نظبط هالقصة ببرهان؟ رح أقلك كيف. هنن اتنيناتهم ضلوا بنفس السجن مع بعض لفترة منيحة، سيد برهان وفاروق. ايه، وطلعوا من السجن بنفس الوقت كمان. تماماً، هي النقطة اللي رح تربط الأحداث ببعضها، لأنه الفترة اللي طلع فيها برهان من السجن هي نفسها الفترة اللي مات فيها كمال بحادث الحريق اللي صار. طيب، بس هي يمكن تكون صدفة، لأنه ما في بين إيدينا دليل بيربط موت كمال ببرهان. عزمي عزمي، شبك شغل مخك. اسمعني، الزلمة اللي اسمه ألان ديون بيكون هو برهان نفسه. شو عم تخبص؟ هي الحقيقة. ليك مسعود، روق شوي وفهمني. حتى لو كانت القصة هيك، ما عنا دليل على هالحكي، ما بنعرف شي عنه غير الاسم المستعار. يعني هذا بشو رح يفيدنا؟ شوف، أنا صرت متأكد من حكي هاد عزمي. ليك، برهان وفاروق بيعرفوا بعض كتير منيح، ومتأكد إنهم بيشتغلوا سوا. تمام، رح نقول إنه كلامك مزبوط، بس شو الدليل يلي بيثبت كلامك؟ بالنهاية نحن ما شفناهم سوا بنفس المكان. فاروق اختفى وما له أي أثر، وبرهان عم يدور على طريقة ليهرب، وبده ياخد جانسو معه كمان. ليش؟ دغري لقى الحجة، قال رايح يبلش حياة جديدة مع بنته. هلأ اتذكر هالشي؟ شو هالفكرة الذكية؟ قولي عم تتصل، لازم رد عليها. ماشي. أهلين حبيبتي. لا هلأ ماني بالورشة، طلعت من هنيك، مرات لعند عزمي. شوفي شو؟ ايه ما صار الشي؟ تمام حبيبتي، جايين فورا. شوفي جانسو، قال ضربتها سيارة وهي بالمشفى. كيف صار هيك؟ اليوم الصبح طلعت من الكافيه مع برهان قدام. مو معقول عزمي، خلينا نروح بسرعة. يلا أردا، متفقنا ما عاد تحكي مع هذا الزلمة؟ بصراحة قدير إجا لهون مشان يعتذر منا بس هيك، وهلأ رح يروح. أصلاً نحن خلصنا حكي. عن شو يعتذر؟ ميليس، شوفي، صدقيني ما أجيت لهون منشان نتخانق، بس أنا قدير برأيي ما في داعي تاخد وتعطي كتير بالحكي مع ميليس، لأنه أصلاً هي ما رح تقدر تضحك عليها بقصة الاعتذار وهذا الحكي، لأنه تعبت وانزعجت بسببك، ما رح تسامحك على عملتك. أنا ما قلت لك لا عاد تورجيني وشك مرة تانية؟ ليش ما عم تفهم بأي عين جاي لهون أصلاً؟ ميليس، لا تعملي هيك لو سمحتي. قدير، شوف، أنت زعلت أختي كتير وما رح تقدر تضحك عليها بكلمتين مثل ما أنا مفكر. هلأ عم تفهمني؟ يلا ايه، روح من هون. معك حق أردا، بعرف إنه القصة مو سهلة، أحسن شيء إني روح. لو سمحت. يلا
شو هالزلمة هاد؟ ولسه جاية لهون مشان يعتذر؟ والله ما بعرف شو هالحب اللي عم يخليه يتجرأ يجي لهون. قال شو هو بحبك كتير ومعترف بغلطه من هذا الحكي السخيف. حب شو هاد؟ يلي بحب بيعمل هيك؟ مو ليكون صادق بالأول؟ ايه والله معك حق بكل شي عم تقوليه. بعدين خليني خبرك شغلة كتير مهمة. شو بدك بهيك واحد مجنون ما في براسه عقل؟ شو قصتك؟ ليش عم تحكي بطريقة غريبة؟ شو الغريب؟ ما فهمت عليك بنوب. ما بعرف، واقف وعم تحكي بهدوء، بالعادة ما بتكون هيك. كيف بكون لكان؟ كنت تتخانق معه مثلا. بكفي الزلمة عم يعاني من الحب، لسه بدك أضربه كمان؟ طيب وهو شو حكى لك؟ قال ما قدر ينساكي ابدا، عم يحاول يروح بس ما عم يقدر يبعد عنك، وقال بده يقاتل من شانك ومن هالحكي اللي بتعرفيه. مشاني؟ غريب، هالزلمة معقول لسه له عين يجي لهون بعد كل شيء صار؟ صح، غريب فعلا. قال معترف بغلطه وجاي مشان يعتذر منك ومن جينك وبده نسامحه كلياتنا. ايه بس شو بده يفيده الاعتذار؟ والحكي هلا بعد كل هي التصرفات اللي عملها، اصلا مين بده يصدقه؟ شو مفكرنا بالعقل؟ عن جد مانو طبيعي. شو بدك فيه؟ خلينا نفوت لجوا.